الفضل لك اختي الدكتوره دينا، والله يحفظك ويطول بعمرك وعاشت ايدك على هالشغل الطيب والحلو يعني. وما اعرف يعني شو نقول، يعني قليل بحقك يعني، والله العظيم يعني شو نقول قليل بحقك يعني، شغل ايدك اللهم صل يا ربي يعني كلش حلو. الله شاهد وانا متونس فول يعني. سويت سنون درجة أولى، الله شاهد يا ناس يا عالم، والله سنون حلوة واشكرها حيل. السلام عليكم. أنا كنت أعاني من أسناني يعني تسودات بيهن وبين تسوس وصيرات لك يعني سود سود يعني صحيح سود. واشكر الدكتورة دينا قاسم مالك، عدا عيادة داخل أربيل شارع الأطباء ويم القلعة يعني، وراحت راجعت عليها وشافت أسناني وما خلت قصرها الدكتورة، واشكرها يعني شكر جزيل يعني، وسوت أسناني فول الفول. يعني أنا أسناني ما كان هيجد، الله شاهد، الله شاهد ما كان هيجد. واكو رسم عند الدكتورة دينا ومتأكد هي راح تشوف يعني فرق هواي صحيح، واشكرها الشكر يا ربي. والله يطول بعمرك يا دكتورة دينا ويحفظك الله. افتح فمك، سد أسنانك. مبروك خلصنا الجلسة. شنو رأيك بالأسنان؟ شفتها؟ والله الحمد لله عجبتك لولا فول عجبتني. ألف عافية. الله يعافيك.